باش ايجادها بطريقة باش. احنا قبل ان نحل اي شيء لازم نكتب قدامنا عشان نوصل الاجابة او نعرف وش بنجمع بالاساس، لازم نكتب قدامنا القانون. هذا قانون باش مثلا، هو طالب مجموع بي وكيو 1 بي 1 وكيو 1 بي 0 وكيو 0 يعني السعر وكمية. نسوي نفسنا جدول ونجمع، نبدأ نجمع القيم المطلوبة عشان نعرف وش الناقص ونكمله. اللي موجود في السؤال نجيبه، واللي مو موجود نوجده برضو. السلع طبعا هي في السؤال معطينا اياها، شاي وسكر وزيت السلع هذه. الشيء الثاني معطينا اياها ومعطينا بي 1 وبي 0 احنا وجدناها، بي 0 بي 1 كيو 0 كيو 1 حسب السنوات، السنة الأقل هي 0 والسنة الأعلى هي 1. طيب أوكي، المطلوب عندنا هنا بي 0 سعر البي 0 في القانون، هنا مو مطلوب عندنا بي 1 وبي 0 نوجدهم كلهم، بي 0 بي 1 السعر هنا كم؟ 8 في السؤال معطينا معطيات 8 و3 والزيت 12، البي 1 11 و5 و16 عشان نحط فيها المجاميع. طب اوكي الحين بي 1 موجودة، باقي الكيو، بس المرة هذه مو الكيو 0 كيو 1 هنا اللي لازم نوجدها. الأصبر كان كيو 0 كيو 1 نشوف كيو 1 طبعا كيو 0 اللي هي 1430 ما نحتاجها، كيو 1 اللي هي 1435. إذن هي الأرقام هنا عندنا الأساسية، احنا نبغى النسبة حقت الكمية زي ما قلنا القانون عشان نعرف كيف نجيبها، هي عدد القيم عدد الكمية سوري تقسيم مجموع الكميات راح يعطينا النسبة لها. طيب خلينا نشوف هذه خلينا نجمعها أول شيء، 7 و8 و6، 7 + 8 + 6 تساوي 21. الحين نبدأ نقسم، 7 × 21 تساوي اعطتنا كسر نحولها 20، اعطتنا 0.33. طيب اللي بعدها 8 × 21 تساوي برضو كسر نحولها 20، اعطتنا 0.38. آخر واحدة اللي هي 6 × 21 تساوي كسر نحولها 10 برضو، أعطتنا 0.28. بالتقريب تصير 29، تصير 0.29. طب أوكي خلينا نجمعها نتأكد، إذا أعطتنا 1 حلنا صحيح، إذا ما أعطتنا 1 نرجع نشوف شو الخلل. نجمعها 0.33 + 0.38 + 0.29 تساوي 1. إذا لحد الآن إحنا ماشيين في السليم. أوكي إحنا خلاص وجدنا الكيو 1، الحين نبدأ نوجد بي 1 في كيو 1، يعني نضرب 11 في النسبة هذه وهكذا. شوف هنا نوجد بي 1 كيو 1 والثانية بي 0 كيو 1.